إنه عمل مجهد يحتاج لأيام طويلة حتى تمتلئ الأكياس. شباب يجمعون بذور الحشائش، إنهم ينحدرون من كل أنحاء العالم ويعملون هنا طواعية بدافع الحب للطبيعة. تستخدم بذور الحشائش لإصلاح الأرض البور في قلب البرية التي ستصبح مستقبلاً الحديقة الوطنية لباتاغونيا. احتاجت كريس تومكينز ومساعديها لأقل من 10 أعوام لإعادة الطبيعة لأصولها. سهول واسعة مغفرة منذ سنوات. لأكثر من 100 عام كانت هذه الأرض عبارة عن مزارع للماشية، أما الآن فنرى هنا حيوانات الغناق واللاما بدلا من الأغنام. لا مشكلة مع الأغنام، ولكن كثرتها ليست جيدة. الآن يبدو كل شيء طبيعيا. اشترت كريس تومكينز التي كانت تعمل قبل ذلك في مجال الموضة أكثر من 3600 كيلومترا مربعا من تجار الماشية هنا في جنوب تشيلي. الهدف هو أن تكون الكلمة الأخيرة للطبيعة في وادي شاكابوكو، وهو اسم هذه المنطقة، وإعطاء الحيوانات فرصة وتحويل هذا المنتزه الواقع على أطراف تشيلي إلى محمية طبيعية. في قلب المحمية الطبيعية هنا يعيش حوالي 40 عاملاً من أهل المنطقة. قرية صغيرة يعيش فيها العمال وعائلاتهم بعيداً جداً عن أقرب مدينة كبرى. يجب أن يشعروا بالألفة. وبالنسبة للأطفال هناك مدرسة خاصة بهم. بالقرب من هذه الطبيعة الخلابة يقع المنزل، لكن كريس تقول إن اللحظات التي تتمتع فيها برفقة زوجها دوغلاس قليلة جداً. نادراً ما يتواجد دوغلاس هنا، فالزوجان تومكينز نجحا في استصلاح 11 منتزهاً في أمريكا اللاتينية خلال 20 عاماً الأخيرة، ودوغلاس يدير باقي المنتزهات. انظروا إلى المحميات الطبيعية في جميع أنحاء العالم، هناك دائماً معارضة لها، وذلك لأنها تقف غالباً ضد تحقيق أهداف سياسية واقتصادية، وهذا هو الحال هنا أيضاً. هذا ما يرغب حماة الطبيعة في توضيحه لنا. طبيعة بكر مذهلة ومترامية الأطراف وبعيدة عن الحضارة. تمثل هذه المنطقة نقطة اهتمام سياسي لتشيلي، لأن أنهار تشيلي الكبرى تتدفق بقوة على أطراف المنطقة التي اشترتها كريس تومكينز، ولكن هذا يجب أن يتغير. ثمة إرادة سياسية وضغط من المستفيدين من قطاع الكهرباء. من المنتظر بناء 5 سدود في المنطقة وإغراق الأرض بالمياه للاستفادة منها في توليد الكهرباء. سيساعد هذا المشروع الاستثماري الكبير واحدة من أفقر المناطق في تشيلي، سيستفيد الناس منه. بالطبع هناك وجهات نظر مختلفة، أما فيما يخص عائلة تومكينز فهم يناضلون بالتأكيد في سبيل قناعاتهم، لكن هذا أحد أفضل المشاريع بالنسبة لتشيلي. ستخصص الكهرباء هنا للمناجم في شمال البلاد، ومن المنتظر نقلها لأكثر من 2000 كيلومتر عبر أعمدة الضغط العالي. يرفض معظم السكان هذه الفكرة وعائلة تومكينز أيضا. سيكون الأمر كمن يقطع وجه أحدهم بسكين ثم يعيد خياطته مرة أخرى ويسأله كيف تشعر الآن. يرغب حماة الطبيعة في وقف المشروع بمساعدة دولية، لذلك تستقبل عائلة تومكينز دائماً زواراً مهمين وممثلين لمنظمات دولية لحماية البيئة، فهم بحاجة لحلفاء لتحقيق أفكارهم للحفاظ على البيئة ولإقناعهم بذلك. انظروا إلى الربيع العربي وإلى تظاهرات احتل وول ستريت وإلى حركات حماية البيئة وغير ذلك. الناس بحاجة لفكر جديد، لا بد من وجود طريق أفضل، وإلا فسندمر أنفسنا بأيدينا. بهذه الطريقة تمكنت كريس تومكينز من إقناع بعض السكان المحليين بأفكارها. يعمل أرسيليو سيبولفيدا الآن في المحمية، كان في الماضي صياداً متخصصاً في صيد أسود الجبال، أما الآن فهو يتعقب أماكنها باستخدام أجهزة تحديد المواقع من أجل حمايتها. وتعقب سيبولفيدا حتى الآن 6 من الحيوانات المفترسة،
فمنذ أن صار وادي شاكابوكو تحت الحماية تزايد عدد أسود الجبال. على الرغم من أن ملاحظات أرسيليو سيبولفيدا تثبت بأن أسود الجبال تفضل اصطياد حيوانات الغناك، إلا أن مربي الماشية يشكون من فقدان قطعان أغنامهم. يلقون بالمسؤولية على السيدة الأمريكية ومحميتها الطبيعية، فأسود الجبال لا تبقى في المحمية وتكتفي بالفرائس السهلة. مربو الماشية هم الخاسر الأكبر، خاصة وأن شركات الكهرباء تشتري أراضي شاسعة لبناء السدود. عندما يختل التوازن يكون الصغار أول من يعاني. سيصير حالنا مثل أسود الجبال، وسيضطر بعضنا للبحث عن وظائف جديدة. لكن كريس توبكينز البالغة من العمر 62 عاماً تواصل رغم ذلك طريقها حتى بعد رفض المحكمة الدستورية الشكاوى ضد مشروع السدود. إذا نظرنا إلى هذه المنطقة بعد 100 عام ووجدناها على ما هي عليه الآن، فسنكون قد حققنا شيئاً. الأمر يستحق ذلك. شراء كريس توبكينز للمحمية واستصلاحها يفيد الطبيعة، إلا أن الكثير من الناس في تشيلي لديهم بعض الريبة في مشاريعهم الحديثة.